يا دلي دخت ولفيت وبرمت العالم كله، أنا بدي استأجر بيت عم دور مين يدلو. يا دلي دخت ولفيت وبرمت العالم كله، أنا بدي استأجر بيت عم دور مين يدلو. أيوة ليكو لقيته قولوا مبروك، لك ليكو لقيته قولوا مبروك. إن شاء الله لا 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 لا. يا جماعة ماني عارف ليه قلبوا علي الجيران، مسكوا شوية مواقف ما أخذوا الظن بإحسان. يعني جاي ومستعجل ما في صفي بالحارة، ورا سيارة أبو الخل أنا صفيت السيارة. إيشو فيها ليه زعلان؟ لا مدنانك عرفان. إيشو فيها ليه زعلان؟ لا مدنانك عرفان. أو لا 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 لا. إيه يا زلمة شو ها فجرة ما تحملوا شي. لا 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 لا. أيوة وبعد وأنا عم بشطف عالبلكون شوي شوي، فجأة بيصرخ وبيرجف أبو قلوس وكله مي. كان واقف عباب البيت بس ماني منتبه له، وأنا سطل المي كبيت لكن مو قصدي بلو. شو فيها ليه زعلان؟ لا مدنانك عرفان. ايه شو فيها ليه زعلان؟ طلعت لسطح العمارة شفت بخزاني خلصي ورياض جاري الغالي خزاني وبعده مليان. أنا قلت المي لحالي وبهدل لي فوق ما أنا تعبان. شو فيها ليه زعلان؟ لا مدنانك عرفان. ايه شو فيها ليه زعلان؟ لا مدنانك عرفان. ايه كلها بيزعل مني. لا 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 كله باطل علي بقى حد يتحملني. الله أكبر. وبهالشهرين اللي مروا كانت عندي مناسبة تنقوط عزايم يا برو، وخلصوا مني هالليرة مو لازم ادفع ايجار. خلينا نأجلها شوي ما صبر علي هالجار. وين الأخوة يا خي؟ ليه زعلان؟ لك شبك شبك ليه زعلان؟ هول بلد شهرين ثلاثين تبقى المصاري. خلاص خلاص وقت العصير هلا روح الجار الثاني بعدين ارجع. طب مشي حالك هدول. كنت بنظف كل البيت لميت انفايات كتير، لكن من تعب انهديت والمشوار ما له قصير. ذا بالعمارة حطيت المساكيس النفايات، يا دلي دخت ولفيت وبرمت العالم كله، أنا بدي